بالحديث إذن مشاهدينا عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة وتأكيدات تل أبيب موافقتها على توجيه ضربة عسكرية وموافقته على توجيه ضربة عسكرية لإيران. معنا من ستوكهولم عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي طاهر الأحوازي، مرحبا بكم أستاذ طاهر. إذن لماذا قرر أخيرا بايدن زيارته إلى المنطقة؟ يعني ما الذي كان يخشاه بعد مرور 18 شهرا على توليه مقاليد الحكم وفيما يتعلق بإيران؟ يعني بعد السلام مجددا لكم ولمشاهديكم الكرام. بالطبع بالنسبة لزيارة الرئيس الأمريكي، وهي حقيقة تأخرت كثيرا للرؤساء الأمريكان الذي سبقوه، وكان أتصور يعني الإدارات الأمريكية خاصة الديمقراطية منها في مراحل سابقة كانت تبني وتؤسس لسياسات يمكن نقدر، وكثير من المحللين يقولون هي تضر يعني حقيقة مصالح المنطقة. وحتى نتذكر نحن في دورة الرئيس الأسبق ترامب يعني الديمقراطيين أن ما حصل، نعم ما حصل في المنطقة من كوارث حقيقة، وما سموه بالربيع العربي وتدمير كثير البلدان. ولكن أنا أتصور الموقف للمملكة العربية السعودية وحلفائها بالمنطقة الذي أجبر بالنهاية أن تكون هذه الزيارة بهذا الشكل، وحقيقة يعني الرجوع لكثير من حتى القرارات الأمريكية السابقة مثلا حول قضية فلسطين. فأتصور الموقف السعودي الصلب، وأيضا لا ننسى قضية الحرب الأوكرانية الروسية، وأيضا أزمة الطاقة، خاصة أنه الأمريكان طالبوا المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية حسب المعلن ومواقفها يعني لا تريد أن تتخطى المواقف الرسمية لأوبك وغيرها. نعم سلام. نبقى فيما يخص إيران لو سمحت، يعني هل يمكن أن يمضي بايدن بالفعل برأيك باتخاذ إن أجبر يعني وأجبرته سير الأحداث باتخاذ عملية عسكرية ضد إيران، أم أنها مجرد تصريحات تهدئة؟ لا، أنا أشوف أن طبعا بالمقابل إحنا لا ننسى يعني أيضا مواقف إيران، وأيضا التقارب الإيراني الروسي الصيني المعلن من قبل قادة إيران. هذا ما يمكن أن نتوقع يحصل كثير من الحوادث، وخاصة حلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة إن كان في عالمنا العربي أو خارج عالمنا العربي هو المتضرر الثاني من تصرفات إيران، إن كان في تدخلها واحتلالها لأقطارنا العربية أو حتى يعني أضرار الذي والتهديدات التي توجهها لحلفاء الولايات المتحدة، ومن أهمها طبعا المملكة العربية السعودية الذي لديها تحالف يعتبر تاريخي يعني ما يقارب أكثر من 100 عام أو 100 عام علاقة استراتيجية اقتصادية مع الولايات المتحدة. فحقيقة احنا نرى ولحد اليوم يعني الطلب الذي طلبه رئيس وزراء السابق الإسرائيلي من الإدارة الأمريكية من بايدن أن الإيرانيين أو بالأحرى النظام الحاكم في جغرافية ما تسمى إيران ملالي طهران لا يفيدهم فقط الحصار، بل عليه أن نوجه لهم ضربات قاسية من أجل أن يتراجعوا من إرهابهم. فأتصور ستنتقل المرحلة، ونحن مع السياسة الأمريكية تقريبا لدينا تاريخ حول أنها من الممكن أن تأخذ قرارات صعبة كما حصل في مراحل سابقة. بالتأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن بلاده يعني لن تنتظر إلى الأبد عودة النظام الإيراني إلى الاتفاق النووي. إلى أي مدى يؤكد إخفاق يعني سياسة بايدن في المنطقة ولا سيما تجاه إيران؟ بالطبع يعني احنا يعني نتذكر كلنا يعني الدور الذي كانت تقوم به الإدارة الأمريكية على عهد ترامب،
وكيف كانت الظروف أن تجبر إيران والعالم أن يتخذ خطوات عملية تجاه إيقاف إيران من مشاريعها النووية والصاروخية وحتى يعني ميليشيات الإرهابية. ولكن بعد مجيء الديمقراطيين والسيد بايدن حقيقة يعني إيران توسعت مشاريعها العسكرية والصاروخية، وأصبح حقيقة هذه الفترة ما أصلا أعلنه الرئيس الأمريكي الآن بزيارته الأخيرة أنه آتي من أجل تصحيح الأخطاء. وهذا دليل واضح أنه الأمريكان أو الإدارة الحالية أقرت بأخطائها بالتعامل مع أولا مواجهة إيران وأيضا مع حلفائها الذي يبحثون عن الاستقرار، يبحثون عن السلام، يبحثون عن التقدم لشعوبهم. ولكن مع الأسف أكثر من 18 شهر ولكن الإدارة الأمريكية تماشت مع هذا النظام، وكثير من المراحل حتى ساعدته ب يعني ملفات كان بالكاد أن يمكن النظام يخسر بها الكثير. فنعم الإدارة الأمريكية أقرت بأخطائها وتساهلها أمام النظام الإيراني والدولة ما تسمى إيران. ولكن هذه الأخطاء فادحة، يعني إلى أي مدى تتحمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة هذه الفوضى التي تسببت بها إيران؟ ولماذا حرصت على ما سمتها الدبلوماسية في هذه المنطقة المهمة تجاه إيران، حتى وصفت هذه الدبلوماسية بالتخادم، تخادم الولايات المتحدة مع إيران؟ صحيح، يعني هذا طبعا اليوم أصبحت كل العالم المتابع والقضايا خاصة قضية تماشي سياسات الحكومات الديمقراطية بالإدارات الأمريكية، يعني كيف سهلت وحتى الجمهوريين سهلت احتلالات دول حقيقة للنظام الإيراني، ما حصل في 2003 وبعدها، وحتى انسحاب قواتها من سوريا وغيرها، دليل واضح أن هذا سمح لإيران. ولكن أنا أتصور أنه الأمريكان أصبحوا يدركون أن الدولة الإيرانية وما سميت الدولة الإيرانية حقيقة دولة مارقة حتى مع أقرب أصدقائها. ونتمنى أن الإدارات الأمريكية أكثر يبحثوا عن تاريخ هذا النظام وهذه السلطة من أجل يغيرون أصلاً تعاملهم، أن دولنا العربية إن كان من العراق على عهد الدولة الوطنية أو المملكة العربية السعودية أو مصر أو غيرها، دول كلها تبحث عن السلام وتبحث عن تقدم لشعوبها، ولكن النظام الإيراني هو سبب كل هذا التدمير وكل هذا الحروب الداخلية والجرائم التي تحصل، وحتى الميليشيات الإرهابية إن كان من داعش أو غير داعش هي أسستها إيران من أجل تأجيج الأمور في المنطقة والضرب بمصالح العالم. حتى وإن كانت اليوم تدرك الإدارة الأمريكية أصبحت يعني مصالحها الاقتصادية بضرر، إيران جلبت الروس للمنطقة وجلبت الصين للمنطقة، هذا كله يضرب بالمصالح الأمريكية. أستاذنا الكريم ومشاهديكم الكرام، نعم. إذن من ستوكهولم كاتب والمحلل السياسي الطاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.